ثقيلة شوي أن يكون عزيزة على الإسرائيليين. ميزها عن باقي المقدمين والصحفيين أنها تعيش تفاصيل الحدث والخبر بجغرافيته وشخصياته، من العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى لبنان، أكثر من أصحاب الحدث نفسه. أمست نجوى اليوم حدثا حقيقيا غابت عن نقله لآخر مرة. عندما تلقينا الخبر أصابتنا الحيرة، هل نعزي بك أم نتلقى التعازي عنك وأنت ابنة هذا البيت الذي مررت عليه متدربة فأصبحت فيه مدربة؟ لا، ما بيخلص وقت لبنان أكيد. نجوى ختمت أحداثها ونجواها وأمنياتها أن تمنت الخير للجميع ولبلدها. نجوى قاسم، نجوانا لك أن تنعمي في فردوسك الأعلى بسلام. أشكر متابعتكم لحدث اليوم، الحدث معكم لكل الأخبار.